مشاكل الأطفال الصحية هي كثيرة، عسى الله يعافي الجميع يا رب. ولكن اليوم راح نتكلم عن موضوع جدا مهم، وهي مشكلة القلب لدى الأطفال. في مواضيع وأمراض كثيرة متعلقة في مشكلة القلب، في أعراض جانبية تتعلق في مشكلة القلب، في أمراض وراثية، في طبيعة الحياة والأمراض الموسمية اللي يتعرض لها الطفل اليوم، وإحنا نعتقد أنها عادية ولكن فعلا هي تأثر على القلب. راح نلتقي اليوم مع استشاري الأطفال والبورد الألماني في قلب الأطفال الدكتور سيد جعفر شمسة، ويجيب عن هذه التساؤلات العديدة والكثيرة المتعلقة في مشاكل القلب لدى الأطفال، وما هي العلاج المطروح أو ما هو العلاج المطروح في هذا الموضوع، هل هو التدخل الجراحي أم التدخل الدوائي؟ مواضيع كثيرة انضموا لنا في هذا اللقاء. حياكم الله ويا هلا مرحبا فيكم. اليوم راح نتكلم مشاهدينا عن موضوع جدا مهم وضروري وحساس، ويجب ان يعني ينتبه الجميع لهذا الموضوع، وهو موضوع امراض القلب لدى الاطفال. راح نتكلم عن هذا المرض تحديدا، وهل هو امراض القلب لدى الاطفال مثل امراض القلب لدى الكبار، واحنا طفلي شنو ممكن انا اتفادى من مشاكل معينه، شنو النصائح المهمه للمراه الحامل اللي عليها انها تتجنب هذه الامور حتى لا يتعرض طفلي لمرض القلب. هل الوراثة تلعب دور في هذا الموضوع؟ هل طبيعة الغذاء لها دور في هذا الأمر؟ المشاكل الموسمية اللي تحدث لأطفالنا من ضيق التنفس وحساسية ونشلة وغيره، هذه لها علاقة في أمراض القلب؟ هل يحتاج إلى فحص دوري؟ كل هذه التساؤلات إن شاء الله راح أطرحها على ضيف الكريم وننطلق معاه في هذا الموضوع، وهو موضوع أمراض القلب لدى الأطفال. لذلك سعيد أن نلتقي مع استشاري الأطفال والبورد الألماني في أمراض القلب لدى الأطفال الدكتور سيد جعفر شمسة. مساء الخير دكتور سيد جعفر، حياك الله وسعيد بلقائي معك. شكرا جزيلا. كيف حالك؟ طيب الله يسلمك. الحمد لله، شكرا جزيلا. دكتور، أعتقد أن هذه مشكلة كبيرة يعاني منها، يعني إن شاء الله ما يكون أعداد كبيرة وكثيرة، نتمنى إذا في إحصائية في مشكلة القلب لدى الأطفال، إذا حاب يعني توضح للمشاهدين عن مرض القلب لدى الأطفال، يا ترى شنو هو اللي يصاب فيه الأطفال أمراض القلب؟ هي فعلاً أمراض القلب نتكلم عنها نفس أمراض القلب الكبار؟ طبعاً تختلف أمراض القلب عند الأطفال اختلاف كبير عما هو في الكبار. في الكبار معروفة طبعاً جلطات في شرايين القلب والمشاكل الأخرى، خاصة طبعاً إحنا ما ندخل في موضوع الكبار، بس أكثر شيء اللي عندهم كوليسترول عالي، وبعدين يدخنون تدخين فترة طويلة من التدخين، وبعدين عندهم حياتهم الاجتماعية فيها مثلا فيها ستريس كثير، هذول أسرع من الآخرين تحوشهم جلطات في شرايين القلب. هذه بالنسبة للكبار معروفة، الموضوع هذا تقريبا كل الناس يعرفوا. ففي العوائل من يحصل جلطة في شرايين القلب في الكبار يظهر هذا السؤال في العائلة، عجبا الأطفال ممكن يحوشهم يعني مرض في القلب أحياناً ولا ما في هذا الموضوع مثلاً؟ لا وجود له الحقيقة. طبعاً موجود هذا الموضوع في أعمار مختلفة من الأطفال، يظهر بأشكال مختلفة مرض القلب عندهم، حتى الجنين اللي في بطن أمه عن طريق طبيب النساء والولادة وعن طريق السونار اللي يسوي هي ممكن يلاحظ عيب خلقي في قلب الجنين حتى يعني قبل الولادة. نعم، وهكذا حالات، حتى بعض الحالات ممكن معالجتها والجنين ببطن أمه حسب الطب الحديث. ما شاء الله. في البلدان المتقدمة طبعا، في الدول المتقدمة يقدرون إذا شافوا معالجة القلب، الخلل بالقلب موجود وهو في هو بطن أمه، لأنه شافوا هذا ما يتحمل لحد وقت الولادة فيقدرون يعالجوه وهو بطن أمه. طبعا هذه حالات جدا نادرة، وأكثر شيء الحالات بعد الرضاعة، بعد ما الطفل بعد الولادة في أثناء الرضاعة تحصل
فالأم لازم تنتبه لبعض الأشياء اللي الطفل ممكن يعاني من مرض في القلب. وهي هذا نتكلم عن الأعراض دكتور. إيه طبعا أعراض المرض بعد الولادة. بعد الولادة يعني الفحوصات اللي تتم بعد الولادة ما تبين عندي مشاكل القلب؟ أحياناً لا أحياناً ما تبين لأنه الروتين تحاليل في المختبر بس. نعم. لأنه إلا لو نشوف أي يعني أي عارضة خاصة أي علامة خاصة في الطفل ممكن نسوي له سونار، فأنا ذاك بالسونار نقدر نشوف لو في عيب خلقي. أقدر أنا يعني أنا اليوم كولي أمر أستطيع أني أنا أطلب من المستشفى المعني أو الدكتور المعني يعني أنا أبي أسوي فحص سونار لقلب ابني أطمن عليه؟ إيه من باب الاطمئنان يعني، واللي يتضح من البداية من بداية الولادة أم بعد 4 شهور بعد سنة يبين هذه الأعراض؟ طبعا تقدر تطلبون هذا الشيء، بس هو أكثر الأحيان يبين في الأيام الأولى بعد الولادة يبين عند الطفل. مثلا الطفل بعده في غرفة الحضانة صار لي يوم يومين نحس صعوبة في الرضاعة، ونحس في أثناء الرضاعة التعرق الشديد، ونحس في حتى في أثناء الرضاعة الإزرقاق على الشفتين يعني ساينوزس. فبهالحالة طبعا تلقائيا طبيب الأطفال راح يسوي له سونار، سونار للقلب. وسونار القلب حبيت أقول لكم والمشاهدين الأعزاء أنه 95% من عيوب الخلقية في قلب الطفل ممكن تشخيصها عن طريق سونار القلب. جميل. وإحنا الحمد لله جهاز عندنا موجود ملون وجاهز في هكذا حالات اللي متوفر عندكم بمركز الجار الألماني عند طبعا موجود عندنا في العيادة جهاز ممتاز. لو لا سمح الله أي من الوالدين شكوا في هكذا حالة عندهم في الطفل فمن الممكن حتى يراجعونا ونقدر نعني نشخص لو في هكذا شيء. طيب دكتور ما في شيء بالأيام الأولى، ما في شيء بالأشهر الأولى، هل ممكن يظهر عليه مشاكل في بعد 6 شهور بعد سنة؟ أيضا مشاكل بالقلب ممكن تظهر بعد فترة من العمر؟ طبعا حسب الـ يعني. نعم حسب الـ الـ الأعراض. أكثر شيء حسب العارضة اللي موجودة والعيب الخلقي اللي موجود عند الطفل. مثلا طفل عنده فتحة صغيرة بين الأذينين أو البطينين هذه ما تبين عند الطفل. نعم. إلا بالصدفة ممكن بعد 3-4 شهور بالسماعة نسمع صوت غير طبيعي، نسوي سونار نشوف فتحة مثلا 2-3 ملم بين الأذينين أو البطينين، وهذه ما تسوي لشيء للطفل، ما تأذي ولا تأثر عليه نهائيا. في والدين كثيرين يراجعونه بس سامعين أنه في فتحة في الجدار، وشوف الأم والأب من اللي لصبح ما نايمين متألمين كثيرا، بس من يجون عندي أطمئنهم. أطمئنهم بعد ما أسوي لهم سونار القلب وشوف فتحة صغيرة، وأدري هذه ما رح تأثر على الطفل نهائيا، لا على تغذيته ولا نموه ولا رياضته ولا على أي شيء، ما رح تأثر عليه نهائيا حتى لما يكون شاب. بس متابعة يحتاجون كل 6 شهور مرة يراجعون طبيب القلب خاصة أو طبيب الأطفال لمتابعة حالة العامة للطفل، مثلا نموه، نمو الطفل وفعاليته لو كانت طبيعية. نعم. فهذه الفتحة ما رح تأثر عليه. بس في أطفال عفوا عندهم مثلا فتحة هذه شوية 5 ملم 6 ملم أكبر تكون 10 ملم، هذول قريب السنة من عمرهم تبدأ عليهم مشاكل في أثناء الرضاعة، يتوقفون هذول في أثناء الرضاعة، لأن فترة الرضاعة عند الأطفال إحنا عارفين مثلا من 10-15 دقيقة تطول. نعم. مرات نشوف الطفل 3-4 مرات يتوقف عن الرضاعة ستوب، لأنه يشعر بالتعب. أو مثلا عنده سويتنج يعرق وايد، أو مثلا 6 شهور عمره لازم يكون 8 كيلوات تقريبا، بعدها 5-6 كيلوات وزنه ما يزيد وزنه، ينزل رضاعته جيدة جدا إن كانت رضاعة الأم وإن كانت صناعية، بس الطفل يتأخر نموه بسبب مشكلة اللي في القلب عنده. فهذه هم الأمهات يجب لازم ينتبه حق هذا الموضوع. يعني في حالة أيضا إذا رضاعته طبيعية ولكن وزنه قاعد ينزل بدل ما يزيد، فعرف أن هناك مشكلة بالقلب. أي طبعا. أو تحس الأم مرات حتى يراجعونه يقولون هذا الطفل عمره 6-7 شهور، الأم تقول هذا من نايم أحس بضربانات قلبه، وأحس بشوفه 120-130 هو نايم، وأحس فيه يعني ضيق بالتنفس، بينما في أثناء النوم هذول الأطفال التنفس عندهم والقلب يهدأ عندهم، يعني ما يكون 120-130، أقل من 100 يكون بشكل طبيعي. فالأم إذا حست ضربانات القلب عنده سريعة والتنفس عنده سريع والطفل ما مرتاح في نومه، يجب أن تشك
بانه هذه اعراض ايضا أي للشك، اعراض للشك، الشك ونصائح هذا بنفس الوقت نصائح الوالدين. لان تنتبه الام في طبعا الأم. مجموعه كثيره من النصائح راح اذكرها راح نقولها دكتور. لكن الام اللي تعاني من مرض بالقلب هل ممكن ينتقل هذا المرض الى الجنين؟ لا عموما ما له علاقه، لا بس في ظروف خاصه للام مثل الحمل مثل حمل بعض الامهات الحامل يصير عندهم سكري في اثناء الحمل. صحيح، احنا نسميه دايابيتيك ماذر، يعني الام اللي عندها مرض السكري. ثبت بعض الامهات مو كلهم الطفل اللي عندهم يصير عنده مرض في القلب، يصير عنده تضخم في جدران القلب، وبعد الولاده نشوف عنده صعوبه بالتنفس من نسوي له سونار. يعني طبعا احنا نوصي كل الامهات اللي عندهم سكري في اثناء الحمل يجب ان نسوي لهم سونار للاطفال بعد الولاده في الاشهر الاولى. بس من حسن الحظ التضخم اللي يحصل تدريجيا يتحسن، يعني لحد 8-9 شهور هذا التضخم يتحسن تدريجيا حتى بدون علاج، بس يحتاج متابعة، والمتابعة عن طريق السونار حتى نقيس مقدار التضخم في الجدران. مثلا في البداية 2 سنتيم، بعد 3-4 شهور يصير 1.5 سنتيم، بعد يصير 1 سنتيم. في السونار نقدر نلاحظ هذا الموضوع إلى زوال هذا المرض من الطفل. تضخم شو سبب دكتور هذا؟ شنو مشاكله؟ هو السكري عند الأم يسبب تضخم قلب الطفل. إيه تضخم عند الطفل، شنو ممكن أعراض صحية يتعرض لها الطفل إذا عنده تضخم؟ نشوفه، يعني هم نشوفه صعوبة بالتنفس. هم صعوبة بالتنفس. أهم شيء. نعم. صعوبة بالتنفس من نسوي سونار، وبعدين الهيستوري مهمة، يعني السؤال للأم عجبا أنتي الحين تحسين بطفلك بصعوبة دي يتنسم وما دي يرضع زين، انت في اثناء الحمل كان عندي السكري ولا ما عندك؟ هذا السؤال مهم جدا. لو قالت نعم كان عندي سكري فخلص احنا راح نشك بهذا الشيء وراح نسوي سونار للقلب للطفل ونشوف لو في هذا الشيء، راح نتابعه من كثب ونطمن الام انه هذا بس يحتاج متابعه. هذا بسبب السكري، لكن اللي ما عندها سكري وعنده هذه المشكله، احنا نتكلم الان عن مشكله قلب لدى الطفل. نعم طبعا اذا ما عندها سكري ما له أمراض القلب عند الأم ما لها أي ارتباط بأمراض العيوب الخلقية اللي عند الجنين ولا ممكن إلا يعني في نعم إلا في حالات الأم لو تعرضت في أثناء الحمل عفواً إلى بعض الفيروسات مثل فيروس الحصبة الألمانية. الحصبة الألمانية هذا فيروس في من عدة تطعيم للأطفال طبعاً بالست الأولى من العمر، بس الأم تتشهر الأولى إذا تعرضت للحصبة الألمانية وهي ما ماخذة تطعيم آنفاً 3 أشهر الأولى هذا الفيروس ممكن يؤثر على قلب الطفل، يسوي مشكلة في قلب الطفل. فبعد الولادة هم نقدر نشخص هذه الحالة، لو سألناها أنت 3 أشهر الأولى أخذتي طفح جلدي صار عندك حرارة شيء، راح تقول نعم مثلاً، راح نشك بأنه كان عندها حصبة ألمانية صار عندها. وبعدين مشكلة دكتور تتعرض حق حصبة ألمانية وما تلقت هذا التطعيم، شنو الحل وهي حامل؟ هل في علاج لها وهي حامل؟ يعني تنصحها الآن إذا أنت تعرضت للحصبة وأنت حامل الآن شنو ممكن تتصرف دكتور؟ هو ما في علاج خاص، بس بعد إحدى العوامل اللي ممكن، ترى هي مو بالميمية ترى، مو بالميمية، لكن هذا عامل من العوامل، عامل هذا عامل العوامل، لأن نطرح كل التفاصيل هذه، لأنه حتى التعرض للأشعة مرات الأم ما تدري 2-3 الأولى حامل، تروح تتعرض للأشعة تأخذ أشعة صدرها للجيوب الأنفية لأي قسم من جسمها ممكن. تتعرض للأشعة وهي ما تدري بالشهر الأول والثاني، الأشعة ممكن تكون سبب في عيب خلقي في قلب الطفل، هذا احتمال طبعا. جميل دكتور، مواضيع كثيرة متعلقة بمشاكل القلب لدى الطفل، ولكن المهم جدا بالنسبة للأم أنها تعرض كل الأشياء اللي تعرضت لها أثناء فترة الحمل. إذا أنت تعرضتي إلى السكر أثناء الحمل يجب إبلاغ الدكتور بهذا الموضوع، لأن هذا يكون عامل من عوامل المساعدة في أن هذا الابن تعرض لهذه المشكلة وهي مشكلة القلب وغيره. إذا أنت تعرضتي للحصبة الألمانية، إذا أنت تعرضتي لأشعة نوعا ما لأي مكان في جسمك، ممكن أيضا هذه عوامل تساعد الطبيب المعالج على تشخيص هذه الحالة وما هي الأسباب التي أدت إلى مرض القلب. نعم. وبعض الأدوية أيضا اللي راح نتكلم عنها ممكن. بعد الفاصل دكتور نتكلم عن الأدوية اللي يجب أن تبتعدين عنها أثناء فترة الحمل، وأيضا في حالة تعرض الإبن إلى هذه المشكلة مشكلة القلب ما هي طرق العلاج المتوفرة بعد الفاصل.
دكتور سيد جعفر شمسان، ما هي الأدوية التي يجب أن تمتنع عنها الحامل أثناء فترة الحمل؟ نعم، طبعاً بصورة عامة حتى كل الناس يعرفون هذا الشيء، المرأة الحامل يجب أن تتجنب جميع أنواع الأدوية إلا في بعض الأحيان في مضاد حيوي مثلاً مضطرة جداً حسب توصية طبيب النساء والولادة، وبعض المسكنات الخفيفة اللي ما لها شغل بالجنين هذه ممكن تأخذها. وطبعاً في حسب الدراسات الأدوية للأمراض النفسية هذه أكثر، حتى إن كانت في بعض الأطفال اللي مثلاً سنة سنتين عمرهم عندهم مشكلة نفسية، مثلاً مشكلة نفسية مثل التوحد أو أشياء أخرى، هذولا ثبت أنهم أعطوهم أدوية للأمراض النفسية وبعد فترة صار عندهم مشكلة في القلب. فالأدوية للأمراض النفسية في الأم كذلك من الممكن أن تأثر على قلب الطفل، فيستحسن الأم ما تستخدم أي من الأدوية قد ما تقدر، تتجنب الأدوية حتى في المستقبل يكون عندها طفل سليم. والفيتامينات دكتور ما فيها مشكلة تتناولها بعض الأمهات؟ تتناولها بعض الفيتامينات الخاصة في الأدوية؟ لا، الفيتامينات ما فيها أي إشكال، ما فيها الفيتامينات بعض الأدوية بعض الأشياء اللي مفيدة جدا لتكون الجنين مثل فوليك أسيد، ذول أطباء نساء والولادة معنيين هذه موجودة، لا هذه أشياء يعني مفيدة جدا، والتغذية الصحيحة للأم الحامل والحالة النفسية الهادئة هذه يعني تكون ريلاكس قلت القايل، فذولة رح تفيدهم يعني كثير في أنه تكون مرحلة الحمل بدون مشاكل، بدون مشاكل. والولادة تكون طبيعية. نعم. أيضا من النصائح دكتور اللي مهمة ترسلها للأم نعم أثناء فترة الحمل يعني، وخصوصا امرأة يعني لأول مرة، يعني أول زواج لها وأول حمل لها يعني، هل هذه معرضة لمشاكل أكثر من امرأة اللي حملت وولدت أكثر من مرة؟ طبعا هو هذه الموضوع بالدرجة الأولى يخص أطباء النساء والولادة، متابعتهم نتكلم على الجنين نفسه، متابعتهم للأم بنفس الوقت يتابعون الجنين هم بنفس الوقت. نعم. يسوون سونوغرافي، يسوون سونار حتى سونار ذو الأبعاد الثلاثة بالوقت الحاضر. نعم. صحيح. صحيح. 3D نعم. Dimension. نعم. فهذولا راح يتابعون الجنين من كثب أطباء النساء والولادة، وإذا حسوا في أي مشكلة في الجنين يقدرون حتى يستشيرون أطباء قلب الأطفال. نعم. أنا أوضح. نعم. أكثر دكتور، أقصد أن المرأة اللي أول مرة تحمل يعني، امرأة تقول لك أنا عندي 3 أبناء 3 4 ما كان عندهم مشكلة القلب. نعم. ليش في الخامس جت فيه مشكلة قلب؟ هل الامرأة كثيرة الولادة ممكن يعني الحمل والولادة يتعرض طفل من الأطفال إلى مشكلة في القلب أم ما له علاقة هذا، والامرأة اللي تحمل أول مرة؟ لا عفوا، ما له علاقة هذا الشيء، ما له علاقة أبدا، ما له علاقة. التوصيات معروفة للأمهات يكونون مرتاحين نفسيا، وبعدين تغذية جيدة، عدم أخذ الدواء، إذا راحوا إلى مستشفى معينة يبتعدون عن غرفة الأشعة، بعدين لو صار في أطفالهم في العائلة التهابات فيروسية يبتعدون عنها، خاصة الأمراض اللي فيها طفح جلدي، رجاء الأمهات العزيزات خلي ينتبهون لهذا الشيء، حتى الجدر المائي الشيكين بوكس إذا شافوا طفل عندهم بالعائلة ممكن بعض الناس ما يطعمون، ومع الأسف طبعاً في رأي هنا في الكويت العزيزة في ناس يقولون خلي الطفل ياخذ الجدري المائي، هذا غلط طبعاً الرأي، لأنه إحدى مشاكله لو الطفل أخذ أم حاملة بثلاث أشهر الأولى وأخذت الفيروس من عندها من الطفل، حتى ممكن هي في المستقبل الطفل في يصير عنده مشكلة خاصة في القلب أو في أعضاء الأخرى بسبب هذا التطعيم؟ لا، بسبب الفيروس اللي عند الطفل واللي ما طعمه للطفل. واللي ما طعمه. لأن في ناس يقولون خلي الطفل ياخذ هذا الفيروس ويمرض أحسن، وهذا الرأي خطأ جدا، فالرجاء من الناس اللي يسمعون هذا الكلام يطعمون أطفالهم كل التطعيمات، خاصة اللي وزارة الصحة توصي فيه، والتطعيمات الأخرى اللي في القطاع الخاص موجود. نعم. مثلا نعم. تطعيم الجدر المائي، تطعيم الروتا فيروس اللي حق النزل المعوية، هذول بالوقت الحاضر ما موجودين في المستوصفات، فضروري في القطاع الخاص الأمهات يراجعون يعني على لأطفالهم، كل ما أطفالهم يكونون سليمين هم في أثناء الحمل يكونون
الحمل عندهم سليم والجنين اللي عندهم بالبطن يكون سليم من الأمراض الفيروسية والأمراض الأخرى. والمرأة الغير حامل دكتور هل ممكن بعدين تحمل هذا الفيروس وإذا حملت يتعرض أيضا الحمل؟ طبعا بالتأكيد، حتى عندي أمهات راجعوني للعيادة عمره مثلا 22 سنة جابت الطفل سنة سنتين عمره أخذ تطعيم وبنفس الوقت إلها مخذت تطعيم لأن قالت أنا ممكن طفل ممكن الطفلة ما حاشني فأخاف على أطفالي بالمستقبل فاطعمت عندنا مرتين كل ثلاثة أشهر مرة. ممكن أيضا الكبير يتطعم طبعا يعني طبعا مشكلة. لا 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 نهائيا ما في مشكلة. جميل دكتور نعم. شنو هي حمى الروماتيزم؟ نعم هذا الموضوع يعني هل علاقة يعني في أمراض القلب؟ جدا مهم في الأطفال، جدا مهم هذا الموضوع لأن هذا مرض يحصل في الأطفال، هذا مرض اكتسابي يكتسب وليس خلقيا يحوش الطفل. يعني عندنا أطفال عندهم لوزتين كبار وبالسنة 5-6 مرات يحوشهم التهاب في اللوز، التهاب صديدي شديد تكرر. والبكتيريا اللي موجودة في اللوزتين هذه البكتيريا خاصة هذه تحب عضلة القلب، هذا عن طريق الدم لو الطفل حاشة يعني التهابات متكررة تروح لعضلة القلب وتسبب التهاب في عضلة القلب وفي حتى في غشاء القلب يصير عنده التهاب شديد وبعدين يسخن صهونة عالية وهني يساعدنا المختبر في التشخيص وهذا من الأمراض اللي قابل للعلاج مو عيوب خلقية مثلا فتحات كبيرة اللي تحتاج بعدين عملية جراحية هذا طبيا الطفل نقدر نعالج اللوزتين بسرعة نشيلها وبنفس الوقت إذا حسينا نسوي له سونار طبعا نشوف القلب متأثر بالروماتيزم خاصة صمام المترال اللي بين الأذن الأيسر والبطن الأيسر هذا الصمام حساس جدا بالنسبة للبكتيريا والمواد السامة اللي تحصل باللوزتين اللي ملتهبة تكراريا يعني بعض الناس تخاف تشيلها دكتور يقول كان إذا شلت اللوز الخاصة بالطفل ممكن يعني يتعرض لمشاكل اكثر انه ممكن يتكرر ويصير مشكله اكبر بينما اللي حضرتك ذكرته ان اسلم حق الطفل اللي يتكرر معاه هذا المرض اكثر من 6 مرات في السنه الاسلم حق الطفل حتى لا يتضرر قلبه انه نشيل هاللوز اي طبعا بالتاكيد انه ما له اي ضرر العمليه بس بشرط انها تكون يعني في موقعها وفي وقتها تنشال ما تنشال اللوزتين بدون شو اسمه يعني مبرر من غير مبرر indication بدون لكن indication. إذا شلناها دكتور شو ممكن المشاكل اللي يتعرض لها إذا شلنا اللوز هل تكثر مشاكله راح لا بالعكس بعد ما راح يصير عند التهاب لوزتين ويكون القلب في أمان بهكذا حالات هذا أهم شيء إحنا جميل في نصائح دكتور خاصة في هذا الموضوع قبل أن أنتقل إلى طرق علاج مرض القلب لدى الأطفال يعني إذا نصائح بتقدمها أو أعراض أيضا كيف الناس تكتشفها أو نعم الأمهات اللي عندهم الرضيع خدج كذلك لازم يراجعونه لأن أطفال الخدج عندهم أمراض القلب شيوع في أكثر من الأطفال الآخرين فإذا عندها الأم هذا اللي ولد قبل الشهر التاسع كيلوين و200 كيلوين اللي أقل من كيلوين ونص يعتبر طفل خدج هذول تحصل عندهم أمراض القلب أكثر من الأطفال الآخرين هذا توصية لهم متى ما شافوا تأخر في نمو الطفل يجب أن يراجعونه حتى نتأكد أنه عدم وجود هذا المرض والأطفال كثيرين تحصل عندهم فتحة كبيرة في القلب وما يدرون الأم ما تدري فيه بس تشوف هذا الطفل عند التهابات رئوية متكررة وصعبة العلاج نشيك عليه إحنا طبعا نشوف بشرط اللي نتأكد أنه ما في أزمة لأنه الأطفال فيهم أزمة تنفسية كثيرة هني تدرون في الموسمية نعم وكمام هذولا مثلا هذولا شيء ثاني ما له علاقة بالقلب بس لازم نتأكد عن طريق السماعة والسونوغرافي السونار وعن طريق التخطيط حتى نتأكد أنه ما عنده مرض في القلب إن شاء الله وبعدين في بعض الأطباء يسمعون صوت زيادة في القلب صوت عفوا زائد فيشكون في مرض قلب في الطفل وما متأكدين يرسلون طفل عندنا نشوف هذا الصوت زائد في القلب بس من حسن الحظ في أطفال كثيرين يمكن 40% من الأطفال الطبيعيين فيهم صوت زائد في القلب الأبوين يعني قلقين جدا من الموضوع يراجعون احنا نطمئنهم انه ما في اي مرض في القلب وهذا صوت بريء احنا نسميه innocent murmur صوت بريء يحصل عند أطفال كثيرين وهو يمكن أكثر سبب اللي الأمهات والآباء قلقين جداً يراجعونه
يراجعونه انه احنا خايفين البارحة بالليل احنا ما نمنا، راجعنا الطبيب قال هذا صوت زياده واحنا ايش راح نسوي. وانا اطمئنهم الحمد لله، حالات كثيره صارت عندي. دكتور، في أغذية معينه خاصه للطفل ممكن تسبب له مرض قلب او تسبب امراض بالقلب، نوع من الاغذيه يعني؟ تعرف بعض الامهات يعني لا ما نعرف الرز وغيره، ما نعرف هكذا شيء اللي ما له علاقه، طيب بس في اشياء شيء اخر يعني، حالات انا شفتها طبعا اخف. حاب تذكرها يعني كامثله؟ تفضل. طبعا كنصائح للوالدين، نعم، اذا صار عند الاطفال اوجاع متكرره في الراس، الطفل بس يقعد يدرس. انا كان عندي حاله بنت 14 سنه عمرها يعني بالثانويه، كل ما تقعد تدرس كان عوار راس تتوقف عن الدراسه. احنا شكينا في عندنا مرض بالقلب، يكون ضيق في شريان الاورطه، يكون ضيق فيه ويرتفع ضغط الدم عندهم ذولا، بس تقعد تدرس شويه يرتفع ضغط الدم يسبب له عوار راس. سوينا لها سونار شفنا نعم عندها ضيق بالشريان الاورطي، نعم نعم. فبالسونار يبين، بعدين هذه طبعا علاجها لازم عمليه جراحيه لازاله الضيق الموجود في الاورطه. ف هاي يعني احنا نتكلم الان من اي سن دكتور ممكن يتعرض لهذه المشكله؟ هذه هو يعني خلقي الابتدائيه والمتوسطه مثلا، هذا خلقي ممكن 4-5 سنين نشخصه، ممكن 10 سنين 14 سنه نشخصه، لانه الناس ما يدرون الطفل في 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 فحص وقائي دكتور، في تحاليل وقائيه قبل الوقوع. اهم شيء مثل ما ذكرت لكم في البدايه، اهم شيء اللي هو 85-95% من امراض القلب، نعم، يشخصه هو سونار، جهاز السونار. السونار جميل. مستمرين مع ضيفنا الكريم مشاهدينا، مثل ما تكلمنا عن هذا الموضوع، هذه النصائح العامة المتعلقة بأمراض القلب اللي تكلم عنها الدكتور. يمكن تطرق إلى مواضيع كثيرة متنوعة، لكن هذه كلها تصب في مصلحتكم أنتم بالدرجة الأولى، وتتكلم عنكم كيف تبتعد عن مشاكل القلب، وإذا أنت فعلا ابنك متعرض لهذه المشكلة كيف تكتشف هذا الأمر، وشنو هي الفحوصات الوقائية والأولية اللي يحتاجها هذا الطفل. راح نتكلم ونرجع لكم نكمل حوارنا مع ضيفنا الكريم بعد الفاصل إن شاء الله عن طرق العلاج الخاصة بأمراض القلب. سيد جعفر شمساء، استشاري الأطفال والبورد الألماني في أمراض القلب لدى الأطفال، هل زواج الأقارب له علاقة في موضوع أمراض القلب؟ يعني بمعنى هل مرض القلب ممكن يكون وراثي دكتور؟ نعم، هذا الشيء ممكن طبعا بس نادر. هذا مو يعني كثير. فلهذا السبب قبل الزواج في فحوصات وراثية يسووها، فهذه جدا ممتازة. إذا في أي شيء يبين ممكن يبين ويساعد الناس على اتخاذ القرار في الزواج يعني. صح هذا. نعم نعم. والنقطة المهمة بالنسبة للوراثة، عندنا أوائل عندهم طفل واحد عنده مثلاً فتحة بالقلب، نعم، الطفل الثاني هم يحصل عنده فتحة بالقلب، شوفوا الطفل الثالث كذلك يحصل عنده فتحة بالقلب. يعني هذا الموضوع احنا شايفيه هو نادر بس يحصل هذا الشيء. يحصل. كيف نتفاداه هذا دكتور؟ اي فلهذا السبب ما نقدر نقول يعني عندهم طفل واحد عنده فتحة بالقلب، ما نقدر نقول لهم انتوا بعد ستوب having baby، ما يصير نقول لهم بعد ما يصير. صحيح. فنقول لهم ان شاء الله ما في شيء، خلي يكون عندكم طفل ثاني، بس احتماله لازم يدرون انه في احتمال الطفل الثاني كذلك يكون كالطفل الاول عنده مشكله عيوب يعني في القلب، هذا الشيء ممكن. نعم. طبعا الفيروسات ما ذكرناها، العصب الالمانيه معروفه، الاشعه ذكرناها، الاشعه نعم. طبعا السكن في المناطق الجبليه في بعض الدول فتره طويله يسكنون الوالدين والأطفال، هذول بسبب النقص المزمن بالأكسجين هذول الأطفال عندهم أكثر تحشهم أمراض القلب، أكثر عرضة لأمراض القلب. طبعا هذا إحدى الأسباب المساعدة يعني. طيب أنت تعلم دكتور أن الكويت الحمد لله ما فيها ما فيه، ولكن في بعض النساء يعني تكون حامل وتسافر في فترة الصيف السفر، نعم، إلى هذه المناطق، هل ممكن يأثر السفر فترة 20 يوم، فترة شهر، أم نعم فترات طويلة لازم تكون فترات كل فترة الحمل مثلا، هذه ممكن تأثر عليها، يأثر على الجنين، الطيران أيضا والطيارة وغيره يأثر على الجنين هذا أم لا علاقة؟ عموما لا، عموما ما في شيء يعني. ممكن الأشهر الأخيرة قريبة على الولادة، نعم، يحتاطون أكثر بالنسبة للطيران، يقولون
يستحسن انه لا تسافر المرأة. جيد. او الشهر الاول والثاني بعد الحمل هم يحتاطون حتى يشوفون الحمل فيه يكون في مراحل طبيعية، ما في اشكال، فيحتاطون يقولون الافضل انه في فترات التفتيش وغيره يدخلون في اجهزة مع اجهزة وكذا الامور هذه. طبعا هذا ممكن تأثر على الجنين. الاشهر الاولى شوي حساسة بالنسبة للام، كثير عوامل لازم يديرون بالهم عليها. دكتور انت تعلم الان احنا في موسم، موسم الحساسية يكثر فيه، موسم الانفلونزا لدى الاطفال، في موسم شهر 9 شهر 10، وتغيرات وتقلبات الجو عندنا احنا بالكويت يعني كثيرة ما شاء الله، نسأل الله السلامة للجميع، نتمنى الأجواء تكون مستقرة إن شاء الله. ولكن هذا هو يعني واقع الحال، طبيعة المحيط، طبيعة الموقع الجغرافي وغيره. الانفلونزا اليوم اللي تتكرر على أطفالنا دكتور، هل هذه تسبب مشاكل في القلب أيضا، وكيف ممكن أيضا نعالجها وكيف نتفادى هذا الموضوع؟ نعم، هي مع الأسف ممكن الانفلونزا فيروسها يؤثر على عضلة القلب في الأطفال، ومرض جدا شديد وبعدين صعب العلاج، يحصل عند الطفل إلى حد اللي عضلة القلب يعني توصل إلى العجز، إلى العجز أصلا بعد ما تشتغل نهائيا، فالطفل أي إلى هالحد يعني يروح لازم فترة طويلة يدخل المستشفى ويتعالج على طول، وبعدين أطفال كثيرين من عندهم حتى صعب العلاج وما يتعالج إلا يحتاج إلى تعويض في القلب، يعني ترانسبلانتيشن نقول، يعني يغيرون قلبه لازم، إلى هالحد توصل بعض الأمراض يعني بعض الحالات بسبب فتح قلب دكتور، يعني تغيير عضلة القلب، تغيير عضلة القلب نعم عن طريق عملية، يعني عملية جراحية جدا يعني شديدة وصعبة، فقط بسبب انه الطفل قبل 3-4 أسابيع حاشته انفلونزا وكان سليم، ما عنده اي مرض في القلب وما في اي شيء، بعد 3-4 أسابيع اول شيء اللي تشوفه الام تشوفها هذا في اثناء اللعب واثناء المشي ده يحس بتعب شديد والتنفس عنده صعب وضربانات القلب سريعة، فيراجعون طبيب القلب طبعا اما سونار او سماعة او تخطيط يبين القلب يعني متوسع بشكل شديد جدا ومدى يقدر يعني يؤدي وظيفته. طيب فهذه مع الأسف بسبب الانفلونزا. فإحنا توصيتنا هي الحرارة، ما الحرارة وغيرها، هذا نتكلم عنها دكتور. طبعا هذه بالأيام الأولى كالعادة، نعم. اللي عندهم مثلا يكون عندهم مثل ما تفضلت ترتفع الحرارة، بعدين يكون عندهم راني نوز، نعم. انسداد انسداد بالأنف أو رشح يكون عندهم، صحيح. شوية قحة، هذه انفلونزا كالآخرين يعني، حتى بالبيت ممكن الكل هذه المشكلة عندهم، صح. بس مع الأسف ما ندري شنو السبب، يعني هذا الطفل بالصدفة تشوف هذا الطفل من بعد فترة قصيرة 3-4 أسابيع بدت عنده يعني عوارض، بدت عنده علائم غير طبيعية تدل على أنه القلب عنده صار في مشكلة. نعم، شنو هذه الأعراض دكتور؟ الأعراض بالدرجة الأولى هكذا طفل راح يعني كل يوم يقدر يصعد الدرجة راكضا، بعد ما يقدر يصعد الدرجات 4-5 درجات يقعد ما يقدر يمشي، رياضة بس شوي يمشي يلعب رياضة يقعد ما يقدر، ويقول قلبي يعورني يعني يحط إيده على صدره، وبعدين عنده ضربانات القلب سريعة جدا تصير، يعني يصير 140-150 اللي ما يقدر يستمر بالمشي لازم يقعد، بعدين من يراجع طبيب القلب يتضح انه عنده تضخم، يتضح عنده تضخم وفي كل القلب وتوسع. علاج هذه المشكلة دكتور؟ مع الأسف يعني العلاج علاج مؤقت بس حق اللي شوية القلب يعني يقدر يقوم بوظائفة مؤقتا، بس مع الأسف مو علاج يعني قطعي، والعلاج القطعي احنا حتى كان عندنا حالات في ألمانيا كانت تحت إشرافنا شفناهم يعني أشهر مديدة وسنوات مديدة، هذولا بس تسيء حالتهم يجون بالجناح أسبوع أسبوعين شوية يتحسنون يروحون للبيت يرجعون مرة ثانية، وحاطيهم في لستة تبديل القلب يعني ترانسبلانتيشن. في درجات معينة لهذا التضخم دكتور، يعني مشاكل وظائف القلب، هي في يعني في مرحلة أولى، مرحلة ثانية، مرحلة ثالثة؟ طبعا حالات خفيفة، في حالات خفيفة تشتد بمرور الزمن اللي ممكن يعني الطب ممكن يساعدهم إلى حد ما، بس الحالات اللي احنا شفناها
في الجناح ما قدروا يعني حقيقة يساعدوا للطفل، والطفل مع الأسف الحالات الخفيفة ممكن مساعدتها دكتور، يعني اللي في بداية التضخم وغيره ممكن تدخل الدوائي في هذا الموضوع؟ تدخل الدوائي طبعاً, طبعا يتحسنون، بس مع الأسف المرض هالكثر يعني شديد وجدي اللي يوم على يوم نشوف الطفل حالته سيء مع الأسف. طيب هل في تطعيمات تغنيني عن الدخول في هذه المشكلة بالأساس؟ طبعا لهذا السبب أنا حبيت يعني أكد للوالدين هم إلهم هم لأطفالهم في الموسم، إحنا تقريبا مقبلين على موسم الحساسية وتقلب الجو وغيره، نعم الخريف اللي راح تظهر في الفيروسات خاصة فيروس الإنفلونزا بالشهر 10 و11، فرجاء خلي يراجعون ويراجعون إحنا وأي مكان ثاني يأخذون تطعيم الإنفلونزا. في تطعيم الإنفلونزا نعم، وللكبار أيضا، للكبار والأطفال فيه، فحتى يتفادون هذه المشكلة دكتور المستوصفات طبعا، لأنه ما راح يأخذ إذا ما يأخذ المرض ما راح تحوشه أي مشكلة في القلب الطفل لطالما يكون بعيد عن البعض. نعم. يخاف من هذه التطعيمات دكتور، يقول لك هذا التطعيم ممكن يجعل المناعة تقل في جسم الطفل، تخلي ان الجسم ما يقاوم اي مرض، يعني هذا التطعيم يسبب له مشاكل. لا طبعا هذا دائما هذه اقاويل يعني، فحابين نقطع الشك باليقين من حضرتك. بالتأكيد هذا الرأي خطأ، وبالعكس حماية ممتازة للأطفال من الأمراض، أمراض مختلفة وأحيانا أمراض خطيرة، يعني هذا المرض الإنفلونزا اللي يسبب مرض في القلب مرض خطير جدا. نعم. وإحنا شايفين وشايفين حتى عدم الاستجابة للدواء، وشايفين إحنا حتى الطفل فقد حياته بسبب هذا المرض وبسبب الإنفلونزا اللي قبل مثلا فترة قصيرة حاشته وطابت وراحت العلامة من عنده، بس من بعد فترة تقريبا شهر بينت عليه عوارض. لكن الإنفلونزا تغني التطعيم يغنيني من الدخول في هذه المشكلة المصائب طبعا. نعم. بالتأكيد مفيد جدا. دكتور قبل أن نختم هذه الحلقة يعني ونختم هذه الفقرة، طرق علاج مشاكل أو مرضى القلب لدى الطفل، ما هي طرق العلاج المتوفرة لديكم؟ هي فقط التدخلات الجراحية أم تدخلات الأدوية كفيلة بعلاج هذه المشاكل اللي هي أمراض القلب اللي تطرقنا لها في البداية وتكلمنا عنها؟ نعم طبعا طرق العلاج تختلف حسب مرض الطفل. في أطفال كثيرين يعني 50% من أمراض قلب الأطفال فتحة صغيرة بين الأذينين أو بين البطينين، 50% من عندهم، وهذه نسبة عالية جدا ونشخصها عن طريق الصنار. هذول ما يحتاجون أي علاج، فقط متابعة وتطمين الوالدين عن هذا الشيء. في حالات أخرى عندهم فتحات كبيرة وعندهم عيوب خلقية مختلفة مع بعض في نفس الوقت، ضيق في الشريان، فتحة في الأذين، فتحة في البطين، أو مثلا انسداد في الصمام. هذول مثلا هذول نعم هذول يحتاجون متابعة أكثر في مستشفى الصدري، يتابعوهم ويحتاجون إلى قسطرة القلب حتى يشوفون نسبة الأكسجين اللي في القلب بأي طريقة، ويخلوا لهم مواعيد حسب المرض، يسوون لهم طبعا العملية عملية جراحية حسب المرض اللي عند الطفل. فالأمراض الخلقية العيوب الخلقية اللي شديدة ويعني سيريس جدية هذولا يحتاجون عملية جراحية. العملية الجراحية هذه ممكن أيضا مع نمو هذا الطفل يصير فيه تدخل ثاني وثالث ورابع دكتور، ومن الممكن حتى عند بنت صار عمرها 10 سنين الحين يعني طيبة ولا كأن ما فيها أي شيء، بينما كان فيها أصعب مرض في القلب اللي هو قسم من القلب كان ما يشتغل نهائيا، وهي حادثة الولادة جت عندي، فأنا أرسلتها المستشفى القلب، أخذوا لها الصنار وخلوا لها موعد جراح طبعا أجا من خارج البلد، سووا لها العملية بمرحلتين اللي الحمد لله يعني بعد 8-9 سنين والحين صار عمرها 10 سنين البنت، قبل فترة جت عندي هني ما شاء الله ما فيها أي إزرقاق ولا أي صوت ليك في القلب ولا أي شيء، كأنما ما فيها أي شيء، يعني حياتها طبيعي يعني حياتها طبيعية جدا، تتزوج لو شايفها يعني أنا ما شاء الله كل ما أشوفها أقول الحمد لله رب العالمين والشكر، لأن أعرفها هذا الطفل أنا 10 سنين أنا متابعة تجي عندي على طول. نعم. فالطفلة هذا من يصعدها فلو شوية إنفلونزا أو قحة أو نشلة تقول أخذوني عند دكتور فلان، أنا ما أبي أروح لأحد بس تجي عندي هذه بس. نعم. فيجو عندي هني وبالصدفة اسمها زينب وفحصتها وشفت الحمد لله
هذا القلب يعني يكاد يكون سليم وبدون أي مشكلة. يعني هكذا حالات فيه، وفي حالات صعبة جدا مع الأسف بالأشهر الأولى من العمر القلب ما يتحمل، وهكذا أطفال مع الأسف يعني نفقدهم إحنا ما يتحمل. أسأل الله يعافي الجميع يا رب. ولكن مثل هذه الحالات دكتور، هل ممكن تمارس حياتها بشكل طبيعي في المستقبل، تتزوج؟ نعم بالتأكيد، أبناء وغيره. طبعا في حالات كثيرة، يعني فتحات الوسط حتى الكبار يسووا له عملية في شرايين زيادة أطراف القلب، إحنا نسميها PDA، طبعا صعب نقوله باللغة العربية. هذولا في بالمية يطيبون هذولا، يعني بعد ما في أي أثر من القلب يظل عندهم. سبحان الله. دكتور ختاما، شنو حاب تقدم من نصائح، حاب تذكر الناس بهذا الموضوع خصوصا في أمراض القلب لدى الأطفال؟ بصورة خاصة النصائح للوالدين، في حالات في عوائل كثيرة عندهم أطفال فيهم المغولية داون سيندروم، نعم، خلي يعرفون أنه 50% من ذول الأطفال عندهم مرض في القلب. فالطفل اللي عنده المنغولي هم نفس الطفل، خلي يراجعون طبيب القلب، نفحص نشوف فيه هذا الشيء ولا ما فيه. كذلك عندي حالات يراجعون عندي ما فيهم هذا المرض نهائيا، بس الأطفال الثانين اللي يجون من بعد هذا الطفل رجاء نخلي لا ينسون الوالدين يراجعون طبيب القلب حتى يشوفون الطفل الثاني في مرض ولا ما في، لأنه الوراثة تلعب دور بهكذا حالات. هذا حبيت أوصيهم. والأم اللي عندها سكري في أثناء الحمل لا تنسى تراجع بعدين، وإذا تعرضت لا أشعة ولا فيروسات لا أدوية خلي تراجعنا، وإذا عندها طفل خدج صغير خلي تراجعنا، وإذا في أثناء الرضاعة حست الأم أنه الطفل ما يقدر يرضع بسهولة، يعني صعب دي يعرق ودي يتعب في 10 دقائق رضاعة، وتغير ألوان الشفاه وغيرها، هكذا حالات رجاء خلي ينتبهون، ما يقولون هذا بس عنده أزمة ونخلي له كمام ويطيب ويروح، لهذا غلط. فلهذا السبب خلي إن شاء الله يراجعونا. بارك الله فيك ونسأل الله السلامة للجميع إن شاء الله. استشاري الأطفال والبورد الألماني في أمراض القلب لدى الأطفال دكتور سيد جعفر شمسال، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. بارك الله فيك. شكرا. راح يكون لنا لقاء مع أكبر تجمع لجراحي الكلى والمسالك البولية والتناسلية، راح يكون مع بروفيسور باول فابريسياس. مرحبا. The liquid is for our life necessary. If we drink 2 weeks nothing, we will die. We can live 4 weeks and more without food. مرحبا. السوائل ضرورية لحياتنا، إذا لم نشرب أي سوائل لمدة أسبوعين نفارق الحياة، نستطيع البقاء على قيد الحياة إذا لم نأكل لمدة 4 أسابيع أو أكثر حتى، ولكننا لا نستطيع الحياة بدون شرب السوائل. الكثير من الناس يسألونني ما قدر ما يجب علينا شربه من السوائل في اليوم الواحد، وهذا السؤال سهل الإجابة. إن كمية السوائل التي علينا شربها خلال 24 ساعة تعتمد على وزن الجسم. إذا كان وزن جسمك 70 كيلوغرام مثلاً، فيجب عليك شرب كمية أكبر من السوائل بالمقارنة مع شخص آخر وزنه 50 كيلوغرام. نقوم بعملية ضرب وزن الجسم في العدد 20، ويكون الناتج هو الحد الأدنى مما يجب علينا شربه من السوائل خلال 24 ساعة. مثال: 70 كيلوغرام ضرب 20 يساوي 1400 مليلتر، أي ما يعادل 1.4 لتر في 24 ساعة. ولكن يمكنك شرب كمية أكبر من السوائل، مثلا 70 كيلوغرام ضرب 30 يساوي 2100 مليلتر، أي ما يعادل 2 لتر و100 مليلتر. أو تقوم بعملية ضرب وزن الجسم كما في المثال السابق، 70 كيلوغرام ضرب 40 يساوي 2400 مليلتر، وتمثل هذه العملية الحد الأقصى لما ينصح بشربه يوميا، ولا ينصح بشرب كمية أكبر من ذلك، لأن ما نقوم بشربه يدخل إلى المعدة والأمعاء ثم إلى الدم والقلب وإلى الكليتين، وهناك يتم إنتاج السائل البولي. إنها رحلة طويلة تستغرق حوالي 15 دقيقة. Some patients came to us
and they cannot hold the urine over the night. For instance, children, and we say to the problem, anorexia. في حال شرب الكثير من السوائل يصبح هناك حمل كبير من السوائل في الجهاز الهضمي والجهاز الدوري. في حالة الإنسان السليم لا يشكل ذلك هماً كبيراً إذا لم نقم بهذا العمل بشكل متكرر، ولكن إذا كنت تعاني من الأمراض القلبية أو كان لديك قصور في وظائف الكليتين، حينها يصبح شرب الكثير من السوائل مضراً للجسم. هنالك العديد من المرضى قاموا بمراجعتنا في مركز الجار الله الألماني يعانون من عدم القدرة على التحكم في البول في فترة النوم، منها حالات التبول الليلي اللا إرادي عند الأطفال، ما يسمى طبياً بالأنيوريسيس. نقوم بتوصية الشخص الذي يعاني من هذه الحالة بالتوقف عن شرب السوائل قبل موعد النوم بثلاث ساعات كجزء من برنامجهم العلاجي. هؤلاء الأطفال وآبائهم يعيشون المعاناة من التبول الليلي اللا إرادي. في حالة توقفهم عن شرب السوائل بهذه الطريقة وذهابهم إلى الحمام قبل النوم مباشرة، يساعد ذلك كثيرا في التخلص من هذه الحالة المرضية. But if this patient has a rest of urine producing, for instance 200 in 24 hours, or sometimes 1 liter. هنالك نوع آخر من المرضى البالغين. نوصيهم أيضا بشرب السوائل في ساعات النهار، ولا يفرطوا في شرب السوائل في المساء، كالمرضى الذين يعانون من اضطرابات في الغدة البروستاتية ويذهبون بشكل متكرر لدورة المياه. كما يتعين علينا معالجة هؤلاء المرضى بالطب كي نقلل من عدد مرات دخولهم لدورة المياه. في حالة الفشل الكلوي أو القصور في وظائف الكليتين وارتفاع معدل ما يسمى بالكرياتين في الدم وقيام المريض بعملية الغسيل الكلوي، حينها تكون كمية السوائل الموصى بشربها كل 24 ساعة هي 500 مللتر، وهي كمية محدودة جدا خاصة لديكم هنا في الكويت حيث الطقس شديد الحرارة. نقوم بحساب كمية البول في اليوم، مثلا 200 مللتر فتكون كمية السوائل الموصى بشربها 500 مللتر زائدا إلى 200 مللتر ويساوي ذلك 700 مللتر يجب شربها من السوائل، أو إذا كانت كمية البول 700 مللتر زائد عن 500 مللتر فتصبح الكمية 1200 مللتر، أي ما يعادل لتر و200 مللتر تقريبا. إذا قام مريض القصور الكلوي بشرب كمية كبيرة من السوائل، حينها تتجمع في مناطق متفرقة من الجسم كرئتين، مما يسبب صعوبة التنفس. لذلك في هذه الحالة نقول بأنه يتعين على المريض شرب السوائل بشكل متوازن. نعطي هؤلاء المرضى جدول لحساب كمية السوائل وكمية البول في 24 ساعة، وعلى أساس ذلك نوصي كل مريض على حدة بشرب كمية معينة من السوائل. Should be critical discussed because there is a lot of juice in the supermarket. السؤال الأخير الذي يتكرر علي، ماذا تنصحوننا بشربه؟ أعتقد بأن الشراب الأمثل هو الماء، ومن ثم الشاي، وخصوصا شاي الأعشاب، أحيانا القهوة، والشراب الأخير والأسوأ هو المشروب الغازي لاحتوائه على كمية كبيرة من السكر، كما لا يجب على الأطفال شرب القهوة. هذه كانت حلقتنا مشاهدينا لهذه الليلة، نتمنى أنكم أنتم وصلتوا إلى الإجابة النهائية اللي ما تحتاج إلى تأويل، ولا أنت تسأل هذا ولا تسأل ذاك. هذا البرنامج لكم أنتم مثل ما قلنا بالدرجة الأولى. أقول لكم تصبحون على أمن وأمان وصحة الأبدان. كنت معكم راشد حسن، إلى اللقاء.